انطلاق موسم الحرث والبذر لمنتجي الحبوب لهذا الموسم الفلاحي بن عامة، وتحديدا من مستثمرة الإخوة هدي بإقليم بلدية تيوت بإشراف من والي الولاية، وسط توقعات بالرفع من الإنتاج وتوسيع المساحات المغروسة. أعطينا انطلاق عملية الحرث والبذر لموسم 2022 و2023. السنه راه عندنا اهداف ان شاء الله نوصلوا اكثر من 5000. البرنامج تاعنا العام الماضي كانت عندنا 1700 هكتار اللي تم زرعها. السنه من الاهداف في ظل البرامج استثمارات الدوله اللي متعلقه بايصال الكهرباء والترابيه ولا التسهيلات الخاصه بالمياه، ورانا حاطين هدف نوصلوا اكثر ان شاء الله من زراعه 5000 هكتار ان شاء الله. عمليه الحرث والبذر اليوم في هذا المستثمر هدي يعني اللي شهدت اول شراكه على مستوى الولايه اللي بين المستثمر ومستثمر صاحب عقد الامتياز، وكان السيد الوالي يعني اشرف على عمليه يعني امضاء اتفاقيه تامين رفقه المستثمر الشريك، وكذلك مديره الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي على مستوى الولايه. عمليه الحرث والبذر على مستوى الولايه سبقناها باجراءات اولا تتمثل في امضاء قرار ولائي اللي شكل هذه اللجنه الولائيه اللي ضم مختلف المتدخلين تاع القطاع الفلاحي، كذلك امضاء قرار ولائي وكذلك تشكيل اطارات قطاع يعني لي بون فوكو على مستوى بلديه الولايه العطنة 12 اللي اسندت لهم مهمه مرافقه هذا المستثمرين وتبليغ للجنه الولائيه جميع العواقب اللي تعترض هذا المستثمر. مرافقة ودعم الفلاحين وتشجيع المستثمرين الراغبين في زراعة الحبوب وتقديم مختلف التسهيلات من الأولويات التي تجسدها الدولة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق إنتاج وفير في الزراعات الاستراتيجية. احنا دعوتنا للمستثمرين في الفلاحة للاستثمار في الولاية، لأن الولاية معروفة عليها ثروات يعني اللي عندها الفلاحية، خاصة عندنا الثروة المائية متوفرة، كاين استثمارات تاع الدولة اللي دارتهم في إطار توصيل الكهرباء الفلاحية، ورانا حاليا وصلنا أكثر من حنا في 1300 كيلومتر ونمسوا جميع المستثمرات. دعوتي لهم هو الاستثمار في هذه الولاية، حتى هذا الفلاح اللي راه اليوم راه ثاني يتوعد الانتاج تاع الله ان شاء الله تاع 80 هكتار في الهكتار. تم تنصيب الشباك الموحد صيرام بدر سي سي ال اس لاول مره على مستوى الولايه، وذلك لتسهيل عمليه اقتناء البذور والاسمده وتقريب الفلاح من الاداره. مقر الشباك الموحد في الصندوق الجهوي في النعامه، اين يتم دراسه المصادقه على الملفات. الصندوق يوفر منتجات تامينيه ضد الاخطار المناخيه ويوافق الفلاحين منتجي الحبوب. اليوم رانا في الميدان في إطار اكتساب أول عقد تأمين من طرف مستثمر في إطار موسم الحرث والبذر. يعني الآن لقد قمنا بتهيئ هذه المساحة التي ترونها، هي مساحة 70 هكتار مهيئة قابلة للرش والسقي، وهناك مساحة أخرى قدرها 120 هكتار إن شاء الله سننطلق فيها، هي مهيئة أيضا مهيئة بها للسقي. كان فيها مشكل فقط هو الكهرباء، لقد أعطى السيد الوالي الإشارة إلى السلطات المعنية أو المحلية لتوصيل ربط المحيط بالكهرباء إن شاء الله، وفي هذا الموسم إن شاء الله لا نكتفي ب 70 هكتار بل سنتعدى إلى أكثر من 150 هكتار. شفت المنطقة هذه، شفت حقيقة التربة اللي فيها والأرض اللي فيها والمال اللي كاين، الحمد لله لقينا كل الدعم والمساندة من الإطارات، من الولاية، من الديوان، من الغرفة الفلاحية، مساندة من عندهم اللي زادت شجعتني باش راني إن شاء الله نستثمر ونفتح إن شاء الله مساحات أكثر وأكثر. الأرض ما عندك ما تخير فيها ما شاء الله، والماء متوفر. تحسين المردود الفلاحي بالولاية في شعبة الحبوب من شأنه تعزيز الاكتفاء الذاتي، خاصة وأنها تضم مؤهلات يمكن أن تحقق بفضلها الهدف المنشود.